من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا جو تابت. جو أهلا بك. تحذير وراء تحذير من قبل الإدارة الأمريكية لتركيا، هل نلمس بالفعل تغير في اللهجة الأمريكية تجاه تركيا يصاحبه تغيرات أخرى في السياسات؟ تماما، هناك تغيير في السياسة الأمريكية في سياسة إدارة ترامب تجاه تركيا، وهذا ما تمثل عبر العقوبات التي أصدرها قبل أيام تجاه شركات صناعات أسلحة تركية مهمة على علاقة بالرئيس التركي مباشرة ووزارة الدفاع التركية، مما لا شك فيه أن علاقة واشنطن مع أنقرة تتغير. وهناك مؤشرات على أن إذا كانت ليونة دونالد ترامب تجاه أردوغان أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية، فكيف بالأحرى ستكون سياسات جو بايدن المتشددة تجاه أردوغان وتجاه أنقرة حيال ملفات كثيرة؟ الواضح الآن في الموقف الأمريكي هو أن هناك مطالبة واضحة أن على أنقرة أن تتخلى عن منظومة S-400 الصاروخية الروسية، وإلا ستواجه عقوبات، كما أيضا يمكن أن تواجه انعكاسات على مستوى سياسة البلدين، سياسة واشنطن تجاه أنقرة، وأيضا حيال علاقات أنقرة مع الناتو ومع جوارها. الصورة واضحة في واشنطن، والآن الكرة في ملعب الحكومة التركية كيف سترد على هذه الإجراءات. نعم، شكرا جزيلا لك جو تابت مراسلنا من واشنطن.